صباح الوطنية اليوم نتكلموا عن موضوع مهم كيف قالت الصحفية هو التدخين وضد هذه الحلقة هو إيه صار رابط الصحفيين ضد التدخين الزميل عبد الله بالزبير مرحبا بك شكرا يا سيدي مرحبا بك مرحبا بك شكرا مرة ثانية وهي تدل على أن القناة والبرنامج تهتم بمخاطر التدخين بصفة عامة هو برنامج يعتبر أحد أذرع موريتاني اللي تنبه المواطنين على كل القضايا الاجتماعية ومن بين قطعا التدخين اللي هو مهم ومفصلي في التنبيه. شكرا كريم. ما هي عفوا ما هي مخاطر التدخين؟ هذا سؤال انتكم حسنا حسنا كلام بالحسنا يعني الناس انا اختار عفوا التدخين مخاطر هذا السؤال ان شاء الله واسع تعطي ليست حلقات لطفا المشاهد لطفا المواطنين مخاطر التدخين تتحدد اساسا في انه يمثل 33 نوع من السرطانات تصوري 33 نوع من السرطانات الشيء من المخاطر مع سرطان البثة سرطان الثدي سرطان الحنجرة سرطان الكبد سرطان القلب سرطان المثانة سرطان الرحم سرطان الأقدام سرطان في الأرجل سرطان في كل مكان أعوذ بالله وخاطر التدخين أنه مضار بالصحة مضار بالمال مضار بالنفس مضار بالأولاد مضار بالتجارة مضار بالاقتصاد مضار بالتنمية بلد فيه التدخين ينتشر كبلدنا لا توجد له قوانين منظمة هو قطعا ضرر تخطى البشر حتى يصل إلى التنمية بصفة عامة نحن نعطيه الرأس في يدرع عن هذا الخطر هو ما عنده مهر أطراف حد قال مخاطر التدخين شنو يقول لا تدخين لا مخاطر لا فنقول تفجر يعني ما يقول مضبوط يقول لا تفجرت وعنده لا مخاطر التدخين لا مخاطر موقع التدخين واحد الشم والتدخين الالكتروني والتدخين هذا اللي يقولوا عنه التدخين المخدرات زين شاف شي يقولوا والشيشه هذا كان من رأيك أن الشيشة عندها تأثير؟ الشيشة ما كيف الكمية الأخرى؟ الشيشة خطيرة، الشيشة أنقل بالشيشة لأن قالوا السجارة الإلكترونية بيجوا الناس ما عندها دخان وتقلل منها وخذ مخاطر التدخين يقولوا الأطباء هم أطراف بذلك لأنها أخطر جدا جدا بها الأكثر كترون فيها والكويت أدخلنا في التدخين بعد وكذلك الشيشة الشيشة وخاصية وحدها يدير محقر فهم وهم ترتر لا لكن على كل حال لكن ممارسة منصوب خطيرة سمية خطيرة هذه اللي قبل الشيشة هذه اللي قبل تدخين السجارة الإلكترونية خطيرة وإذا كان خطير وما في شيء مو خطير زين يقال هي الشيشه يقولوا عنها فيها مواد مخففه يقولوا عنها فيها ورق التفاح وورق البرتقال عنها مخففه شنو هي اضراره بك؟ ما يخاف منهم شو؟ انا اختار المواطن من خلال برنامجكم الكريم من خلال قناتكم المحترمه شكرا لان التدخين مهما قامت شركات التبغ والمصنعين والموردين والمصدرين دار فيه شوكولا والله الاحلام والله شسوش الوان والروائح لفهم مهم العمق العمق هو الخطوره هو الموت هو وفاه كحله ما فهم شيء يقول لك هاي سكريت فيها ريحه مانت وهاي سكريت كذا وهاي سكريت وهي فيها نفس الماده وهذا المقصود منه شنو؟ مشكلتنا احنا مثلا دائما موضع نفس الماده مشكلتنا احنا من السكريت السجاره المعلمه القابله وعلى ان هي سكريت هاي راديه كامله غير الرادي وفيها الرادي احنا اللي جينا قاعد منها رادي والرادي فاهم درجه 10 ودرجه 20 وملان قدرهم ملان الروايات اللي خطيره قدرهم تقولها انت ليش؟ قدرهم واحد من المركبه وقدرهم لا قدرهم هذه عاده قطعيه لا قدرهم هذه قطعيه هذه المركبات تدخل عندنا فاهم واحنا الافهم الرقابه اللي هم نحمل المسؤوليه للجميع نحمل المسؤوليه لحمايه المسلم نحمل المسؤوليه للدول الميتانيه للجمال الناس اللي تتمر عن برا سيارات في المطار من فلين مطار واللي قامن قال احنا مشكلتنا يا عمار المنافذ الطبيعي مشكلتنا التهريب احنا اصبحنا بؤره بين العالم نقطه سوداء بين العالم اللي حوالينا جميع حدودنا دون استثناء اعرف السلمين قال لهم دون استثناء زين حدودنا كامله احنا نقطه سوداء بين ومنتخب الفجر احنا العالم صح على كل مكان عندهم سارق قوانين
وقاعدين بيناتهم. المهرب يحرف سجايته بعنفيه، يبقى من قاعدين ولا بسينيغال ولا بالنار ولا بالليل ولا بالصحراء، منطقتنا هذه هي الزمور كامل. والضرر الخطير الى انه يقدر يجر تهريب السلاح، يقدر يجر تهريب تدخين التمر، يقدر يجر تهريب المخدرات، يقدر يجر الارهاب، يقدر يجر المشاكل ياسر. معناها الدوله الموريتانيه هي راتها تبع قرار حاسم قضيه تدخين ولا هي قضية ماتت ولا قضية سياسية ولا قضية اجتماعية ولا ما عندها أي بعد سوى البعد الصحي. دولة موريتانية تبع قرارات حاسم قضية التدخين اللي تتعلق لها، أوكي حتطلب السرطان، حتطلب الإدكاح، حتطلب الكلى، حتطلب كذا وكذا، هذه بنى تحتية صحية باقية اللي فيها قليل. طيب أنت تعدل نعمل بنى تحتية بس كيف في أموال؟ أنت طارس الحبال الغارب مورد يجيب لك أنواع سكريات الرديئة 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 والزينة في نظر أمهم معنا ما بيش زين ولا من الأسواق، وذاك الناس تكون كامل تكتشف السرطانات. أنت لا تعود إلا طبيب يعود يواصل مع المريض ثم يخلصوا يموت. زين ضيف الكريم، ضيف الكريم تكلم شوي عن الرابطه، بما انك انت رئيس رابطه التدخين ضد رابطه التدخين ضد الصحيين. زين ضيف الكريم، من رايك انك انتم فهم في الرابطه، شنو هي الطريقه اللي تكافحوا بها التدخين؟ شوف انا هذا الشيء انا من رحم المعاناه اليوم احنا نتيجه انا شخصيا كنت متابع خلال عملي في قناة موريتانيا، وحيي من هنا عمر الغوي تاعتها لأن هي تجربة الأولى في الإعلام المالي. من خلالها كنت مكلف بتغطية وزارة الصحة، أعمال نشاطات وزارة الصحة، نتيجة لمتابعة دائما القضايا الصحية وخاصة التدخين منها منظمة أو تدخين نوفولي بتاعي التدخين، تأثرت جدا وقررت أن نحن كإعلاميين ذات كلمة مسموعة كلمتنا او على الاقل كلمتنا تصل، يمكن لم تسمع فهي تصل. قررت مع سمو الزملاء نعطيها رابطه لعل وعسى ان نوصل معاناه المواطن في المواقع اللي وصل معاناته. احنا في الرابطه عملنا ادم، احنا عندنا دارستنا كصحفيين خلال الاعلام المالي مسموع الدكتور مكتوب، هذا هي دورنا كاعلاميين تحسيس يا غير ما لا هم الصحه خلال مشروع الوطني محاوله تدخين يقوده عبد الله حبيبي وحيي من هنا، هو ايضا دائما يجيبونا كشركاء معاهم، وكذلك منظمه امل تيس محاربه السرطان والتدخين الذاتي دائما يجيبونا شركاء معاهم، تعاون احنا هم، وكذلك نطلب حركات فيها الشراكه مع اللي هو كونسيل دراجه مثل الشباب المغربي اللي زاد وعنده فوليه متباكه مع قضيه التدخين، وهذا جهودنا كامل مع المنظمات الاخرى منظمات غير حكوميه صح اخرى اشتغلوا كاساسا، يعني اشتغلوا ليش؟ ياك نصيب نوصي قضيه التدخين الخطير الرياض يكافح تصل العلماء بوضعهم تصل الاطباء بوضعهم متباكين مع على وعسى ان نوصل لكم موريتانيا ولا شيء منها. احنا يهمنا اساسا جاء الحاضر والمستقبل الرجال الماضي على كل حال لا نعطيهم العافية. ما تقدر تتسدى بقال حلال تتسدى واحد شيء ما تقدر تتسدى بقال حلال 100 سنة يعود يدعون نفسه مع ذلك حمل عضاته. أنا قاعد ملاحظة عن الطريقة الصغيرة إن الأطفال عاد يدخن، هذا راجع ليش؟ شوفي شوفي هو إذا كان رب البيت يطفي داري فلا تسلم الصبيان على الرأس طبعا تلميذة جيدة. كنت هي شوفي الطفيل يعيط ربك يقول لي جيب لي ميش من السجاير تنوع فلان، ويعيط الطفيل الاخر يقول لي جيب لي صرا من المنيجي، تعيط المرأة للطفيل تقول لي جيب لي صرا من الشم. إذا يكون بيئة حاضنة قالوا التدخين يعني قالوا التبخ بصفة عامة وقالوا على التبخ بصفة عامة، تكون بيئة حاضنة يقول الطفيل عادي عنده يمشي جاب ميش من السجاير والله مياش والله بكاتب والله بكت والله دروس الطفيلة كذلك زين من يجيب الشيء وفذل تتكون مع تتكون ألفة بين التركي هم سجاري وإذا قاعد عادي إحنا ما قاعد نقول كان ذلك هو قدوة الابن والأم هي قدوة البنت. إن تعود الأم ميش والأم ميش لا يعود الأم ميش الله يلح إيه اللي هو القدوة أنا نعود نشوف ويك ميش لا ميش زين عادي يقرا عيات مودي الشبوية كميمة شنو عندنا بالضرورة ما هي ما هي بالضرورة يا غير بعد نسبة طائلة طبعا الله حيث سولك شوي انت ما كلك تدخن السبر كتدخن بيشن انا
اهتميت يعني وفويت بتدخين السم اللي كنت تدخن مش كنت بديت تدخن خايف من الناس معينه في عمرها الحمد لله امرك لقدام ان شاء الله ان شاء الله بطاعه الله ورسوله امين رمضان وديكم هذه المسلمين بالمناسبه رحمه لوالدينا وامين ان شاء الله وراجعين عند هذا العمل ان شاء الله مثال حسناتنا وحسناتكم امين ان شاء الله امين ان شاء الله حسنات المشاهد اللي تعملها حالك اللي مختلف ان شاء الله يبقى تدخين قولي انا بدات في التدخين تخير اللي عاد 2001 شفت مباشره ومن اول ما تولدت شفت مباشرة مخاطر التدخين الشخص من أقرب الناس الشعور محمد مصطفى يعني خلوه شيء عزلان قررتني الحمد لله هذا الشيء قطر من السنة الكمين تقريبا كم؟ الحمد لله ما بيسر لو فوت 15 ولا 17 ولا 13 ولا 20 ما بيسر لكن الحمد لله ما ضرت ما لغتك الحمد لله ربا سرطان ربا شيء ونشوف دائما هذا قلت انا عمليه مدانه في الهطان المريضه اللي قلت لكم بيا الفخر ولا بيا السيد ولا بيا الجهل ولا ذاك بيا بعد كل شيء بيا ياكلكم ضربت مدانه عافيه وقررت لاني ما تدركني بيا اللي شفت مخاطر التدخين قلت يا ربي بيا نعرف ان التدخين صعيب اني حاولت مرات ان اتركه ننتقل بين انواع السجاير وننتقل من سجاير واحد ما نيجي من بعد اني قاعد شهر الشهر وقررت قلت يا ربي عهدك اني ما تتركني ما قلت يا ربي عهدك اني ما تتركني ما حد يفايق بي اللي بالنسبه لي راح من الشيطان قاعد يعمل هنا ترى ثاني الكلمه ندوس ولا ندوس مش بط ذاك التلوم شوي اذا هنا هنا نور الفجاعه ومن هنا سبحان الله ما حبيت من كم كنت لازم قبل سنين فات بدي اقول لها تو التميز كان عندي انه من سجلت هل يقولوا انا جيد هي سيئه كامل لايت انا واقف من واقف من سجلت قال لي ما انا كنت اطلع على اللي عملت الصمت ما كنت اعرف اني اقول حد ما انا كنت اقول منها قلت انا عهد من انا من هذا السبب اما انا وعدي بديت شخصيا الحمله ضدها فهمت بديت في اطار هاي المنظمه اللي عارف ميلادها ومن هون نترحم على الإطار والإدارة سيدي سليم الأعمار الشيخ رحمه الله أمين شاء الله اللي كان له الفضل بعد الله تبارك وتعالى أن نحصل لها هاي البطاقة بدل ما أنا أشوف فيها كبيرة هو محمود زين ضيف الكريم جاك سؤال من جاك سؤال من الزميل الطربي طلب موجهين لك تحية خاصة برنامج صباح الوطنية اللي متابعتيه دائما وتمشي رسائلك طبعا على الواتساب قالت النبات كاملين صباح كنا خير ومحبة وأمان وشكرا برنامجكم الأكثر من رائع وتحية لضيفكم الكريم أتمنى أن تعملنا سلسلة حلقات حول التدخين وسؤال الضيف هل قمتم بتوعية وتحسيس بين الشباب والمراهقين في المدارس والجامعات وفي الأسواق ومحطات النقل؟ هذه زميلة طربتني حتى بها في ذاكر كنت عندي سلسلة حلقات عن التدخين أنا ما قد بيدر أضاعت إذا ما يعود ذاكر في صحة القلب تقولون بهم تعاود على رمضان إن شاء الله والله سابق رمضان نختار نقول عنا نحن في إطار حربنا على التدخين نختار بعض نفسر المواطن أن نحن ما نحاربوا أهل السجاير في شبوه ولا نحاربوا اللي يصنعوا ولا نحاربوا احنا نحاربوا هاف تبقى مخاطر تبقى المواطن نحاربوها اللي يبقى السيجاره النار في السبت وشرحها احنا تبقى نحاربوا انه فاعل خطير للتنميه وللصحه وللمواطن المجتمع في هاي الحدود نحاربوا ولا ضد الشريك ولا ضد شخص ولا ضد سياسه ولا ضد احد يصوم زين سؤالها طبي نحن نعطي تخصيصنا في اطار تخصيصنا العمل لتخصيص الشباب تم وروجنا المدارس الابتدائية تم وروجنا المدارس الإعدادية والثانوية ذاك من خلال حسسنا التلاميذ هم القوة الحية في الشباب إلى مخاطر التدخين اللي هي يتأثر بها اليوم أكثر الشباب
هي اللي الشباب اليوم بلغت فيه حوالي 18% من هذا الخلطة اللي قالها الرجال الشباب 18% من اليوم يكونوا وهي الكمية يكون الشباب تجرهم هاي رجال مودي أرقام قديمة على التنمية العالمية ما إحصائيات جديدة إحصائيات جديدة إحنا كمنظمات لإدراك الطعام مع المنظمة العالمية في إحصائيات جديدة ظهروا الدكتور الكاريدي بحيث أكثر نسبة الجنسين الشباب والنساء جدا 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 هذا مخيف ما تأخذ قدام ثانوية ما تأخذ قدام إعدادية هذا ما شوي ما تأخذ غير شهادتك وهذا خطير هذا يغدي المخدرات يوصل المرض خطير نقول نحن الشباب نشتغل لأن إحنا برنامجنا هو حماية الأجيال الحاضر والمستقبل ما يدخل الشباب طبعا ما يقضي يقرأ ونشتغل على الأساس اتصلنا به في المدارس وبرنامج نتصل بالجامعة إن شاء الله ربنا الله خير من خلال مجلس علاج الشباب اللي هم زاد وعاد مراكز محاربة التدخين فات عدد شيء في الجامعة ونختار ذاك المجلس على أن يعود نشير ويعود كما يمد فيه معهم ياسري نعطي بعض استراتيجية ونوجه يعودوا كيف كنت اللي عندك رابط ولا الدخل نوجه زميلة مكلف بالصحة اللي هي قاعدة تبقى دائما مجلس علاج الشباب انها تعمل الأساس من مجلس علاج الشباب ما بيحد يكمل اللي حد يكمل ما عندي حاب التدخين، ما عندي حاب وبين زوجتي دائما نتألف معه، أعتبره لا شوقة. تتلبيه البرلمانيين، إلا أن حد يكمل ما عندي حاب التدخين، حد داخل في خطر، ما عندي حاب التدخين. صح، زين شكرا جزيلا للزميلة الطربي. لا هي تشرح لي للمشاهد هالصورة. الله. شوف. هذه الصورة تبقى خاصية. شوف هذه الصورة. حصرية اللي قالوا 33 نوع من السرطانات اللي سامعينها بها بتعود فهم شيء احنا ما طالعنا عليه شو هذه العين فيها السرطان وهذه الدرس شو السنينات المخطية انا قلها مجلس التدخين كان عندي واحد اكبر منه وهذا خلع كما بيأسر هذا بيأسر الجاق شو هاي الدرس السنين اجاب بالله في مخطر خير هاي الكونجورة هاي شيش تعال فيها الكورات هي هذا ايش اختار نفسه مسؤول ما يعطي تعال يعمل شيء لا يديله إنه يعود الخام تطفر منها يعود أعوذ بالله يعود هذا ما يساوي جسدك ولا يساوي يعني زين عندي تون عندك شو هاي رقيب تونة إياها راعي تونة إياها السرطان قال وعد الكبد وعد الرياض ولا وعد القلب هذا ريتو قلبه هذا التكبد هذا ما ساويته كان يطف هذا ما ساويته الدنيا كاملة ما تسوى عندي يا تسوى إذا أنا أحب عوضتي عند الله لا تسوى عن مواطن سوطئيا كانت قرب الصورة خليك مفضلها تلو شو هذه بزيز بزازين هنا فيها متأكد من السرطانات قلب هاي كرش ولا يعني بالوعد الكرش وهذا بصارين الرياض ولا متأكد من السرطانات هذا هنا فيها مذنة حشاكم الله هاي المذنة هنا فيها هذا خطير خطير هاي المذنة الرياض بالله هنا فيها متأكد حشاكم الله بالسرطان هذا الأقدام تقريبا مصاب شوف هذا الفن شوف واقف هذا يقول قال كيف حتى يضحك ما يعرف هذا كيف واحد كيف إذا نشوف إذا يقولي يمصاب أنا هذا ما سويت الكمية ما سويت الدنيا ما في شكل مش مستقري والله طوب عليه والله حق تغلب معي كمية كانوا يقولوا حنا كل ما والله أنا زين طيب الكلام عبد الله من رأيك أنا قالت المواطن ينتبه صحته ينتبه التنمية يعرف هم اللي رجال يعرف الرجال أن تركتهم في خطأ هم اللي هم يدفعون دفعا أنهم يدخلون كيف التنظيم يسلون يجيبوا السكنات ويجيبوا الرجال من فم عبد الله المخدرات وكل شيء لهنا لما المخرج يعطيني مكالمة إلى عاتب جاهزة ألو السلام عليكم عليكم السلام تحييك الله يحييك شكرا ألو تفضلي حبيبتي من مين متصلة مرحبا بكم مرحبا بهرتقان تفضلي شكرا جزيلا لك الله يحييك تحيه للضيف الكريم والله هذا انت نسيتيني والحمد لله على رجوعكم شكرا جزيلا الله يخليك ان شاء الله يا مرحبا بك وسهلا بعد ثلاث ساعات من الحمله المعده اثنين والله ما ادري اذا تدخل ولا تفوقي شكرا
حبيبتي عندك سؤال؟ شكرا جزيلا، الله يبارك فيك حبيبتي، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، مرحبا بك وسهلا. مرحبا، نكتب معنا مكالمة. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم مشاهد. ألو، السلام عليكم مشاهد. اللي هي بوال مجاهد. ألو، السلام عليكم. مرحبا بك وسهلا. صح. مشاهد، مشاهد راك تعلي السؤال، ما سمعنا، تعلينا السؤال، كان الضيف يقدر يجاوبه، تفضل. شكرا جزيلا لك اخي المشاهد، شكرا على التنويه ونبهنا على نقطه مهمه. اختار ولا نشكر المشاهدين الكرام مريم من الشيخ محمد بدر وخير المتداخل الاخير اللي ما تمكنت من السؤال على ذكر اسمه. الحقيقه هي اولا ما طرحت سؤال الحقيقه باسمي شخصيا وباسم اعضاء الرابطه وباسم الموريتاني كامل بها اللي هي اعتبروها سفير نفسها كانت تعزيز مخاطر التدخين في الاسره وفي المجتمع اللي هي فيه تقعد في الولايه كامله. اختار نقول للضيف الاخير اللي دخل ان كان عندنا شيء نسب السجاير هي جميله. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله، بخير وعلى خير، تفضل. خالد زبير، شكرا لك. شكرا جزيلا. هاي استضافه رائعه. شكرا. موضوع رائع وزين، حتى رابط الشباب اسم الكيمياء واسم التدخين راهو ما هو تنقلاي مصلحه حد، هو يضر بالصحه. وشكرا شكرا. وارد حبه يتم ده اللي يعني واحد ضمن ما جاء جاب دليل يقول وشكرا. شكرا جزيلا لك الوالد المشاهد لهذا البرنامج صباح الوطنية. شكرا، شكرا جزيلا لك الوالد. ضيفي الكريم نرجع الموضوع كيف ما قال لك الوالد. شكرا نقول للمشاهد الكرام، المشاهدين الكرام، يعني انا اذمن مداخله الوالد واذمن جهود الوالد. انا اعتبر الوالد هذا الشاب اللي اقترحني، هو اول من اقترحني للطافدات صباح الوطنية، والله التعزيزات صباح الوطنية، وهو اللي اقترح انهم يستضافوني رغم انه ما يعرفني وانا ما نعرفه. صح. غير النتيجة الاحساس الوطني والاحساس المرهف حول اهميه تنميه البلاد، واحييه من هنا واحييه جميع المشاهدين، واؤكد لهم انني ما دمت حي ان شاء الله ان تم في هذا المسار ان شاء الله حتى يتحقق وامت دونه ان شاء الله. ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. الو،
الو السلام عليكم. نأسف نقطع هذه المكالمة. نقول للمتدخل الأخير قبل الوالد على أن السجائر الندمية كل يوم تبوهم ويردهم شرب بيكا ولا يردهم بالكسع ولا يردهم ويقدروا دقاء ما يردهم ويقدروا طيبة بطيارة ما يجبرون دقاء كبير ساعة صح يصبح ينزلوا بكارتي كل هي بيك ستون ساعة وينزلوا بحرب ومشي 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 أنا ما يكبر حد التدخين وتبغي الدرجة تقول لا بدي مشي نسيني فيه يعني السنة دي ما تنسى باتي وتنسى ماتي وتنسى الغالي الزيني أموت وتنسى ما تنسى مش نسى قالت خير ما يشتخن هو ما يشتخن أنا مختار نقول لأن التدخين الفيصل في قضية التركم هو الإرادة صح الإرادة معنى الحياة حد شخص عنده وزن وصلته وأنه رقم صعب في الأسرة ورقم صعب في المجتمع اللي هو منه ورقم صعب في الدول اللي هي دولة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إنه عند حد ما عنده الإرادة ما يقدر يترك التدخين ولا يقدر يدور قاعد تم وتركته خلصوا فيلمات الهند في بلده خلصوا فيلمات الخليج في بلده تم يجوقوا بلده ويروحوا يجي بلده معناه إن حد ما عنده الإرادة ما يقدر هذه الناحية ناحية المغالطات والماء هون واحد يقول الماء سرطان والماء ضرر والملح ضرر انا اختار من الماء العالي اللي شلل يموت منه والملح ضرر والله عادي يقند والله كل ما خلق يا عيالي تبوا جسم هذا الجسم تعوي خلق مولانا يدور الماء ويدور الماء يدور يفاق الماء ضرب الملح وضرب يدور الماء ويدور الماء ويدور الجسم كل شيء يدور هذا ما يدور بعد تبقى ما قدرت شو تبغى حد محكوم خطة معرضة ودقيقة برمي التب خارج أو خلفه أنا مقاطعين حد دافي الكريم ليه سأقول أخو هذا الموضوع شوي نذكرك شوي برواية دائما نسمعها عند الناس اللي تكمي يقول لك كم ما يخير في تم يشرب اللبن أنا لا نعرف معلوم فيها اللبن كيف معلومة فيها اللبن أنا بيت سوي المعلعة مطابين كلمة طيش تخريدي من حي من هنا عادت ما في شعر قدام مجالية بقى لا نختار عن أن نعرف أنه هو ما يبعبي اللبن وين بعدين دخلت السنة؟ زين. نعم الناس يقولون عن المشي. نعم تركت ساعة مشيت تركت سجاد مشيت مع صاحبي قال له حبيب الحبيب ده الحبط مني من هنا مشيت وقعدنا 10 طويلة. وتروحنا نعم قاعدين يعني شو فضلنا الآن توزنوا وكل تمر وكل ملح صحينا وأنا على بيت سجاد ندور كاني بدأوا قعدت قاعد شو شمون بقى أنا اختار مشاهد السنة. يا هون فيها اللي تقولن تقولن شو هون فيها كيف بيجي يقولن هاي المنطقة هون اللي يطيح تقولن معناه مش ينقطع واحد ينقطع بسحاب لا عادة ينقطع حسيت إنه ينقطع جيت الطبيب فطع وحسيت وعدت من ذاك تكسر توفيت من الكريم حتى عدت لكن كحمد يتخم حشان وحشان مشاهدي خامة صافرة يعني شوكولا ما هي حمرة ما هي بيضة يعني الأول في الطبيب وطلع هنا غيرت قلت أنا من أمريكا كنت الكيمي تركت الكيمي جيت هنا تيا وقاعد يخلي على كذا زي يقول أنا كم كتير خلى على بقولات بيضان يقول قمنا تدري من تاني بساعة ما يقول شرب لي ما نشرب كذا شرب لا شرب لي بنات إذا بعد الدوي خلي أخانك من كتير تمت اللي أنا كح مع عد كحلة جا فم جا عند لعتنا خمسة خام بيض والحمد لله وقفت وطلع من اللي في تسوتيه قضيت السجاعة ما حدا بالدور اللي يعسى جاية تبيلبن خلي عنك سجاعة تشرب اللي بقعد تنسى تصحى خلي عنك سجاعة تبيلبن زي لنشعر للصحة صح أنا عينيت نسمع أنا لا أساسا لا مصحة لا طبيا ولا صحة حانك تعرف اللي من لك قضيت بعد البن هذا من يقعد واحد ضافي للتدخين ينقال له بالمات الحلاوه الا بالشخص افدي قال بالشخص حدا يهم شيء يهم شيء يهم ما تجينا قال لي لا يتوس حد شخصيته حتى قال انا رجال مش هذا الحلم قال انا لا تقريبا ان حد راجل يكمي يعني اولاده يدري خاص ما في الناس وراس شخصيته ما بيراته ما تقول من اولاده يكمي يتدخل شوي دخل زوجته الحامل يضيع زينها للبطل
دخل التريكتور راكدي يقتلهم وزاد وحشة عن ضعيف يقتلهم أبدا نقولكم هذا لا نقتل في أجمل لا عزتكم صح يقتلي مولانا إن شاء الله بحسنته ودرجة عند الله هو والدي المسلمين الوطني ويقتل التريكتور راكدي هذا هي قاعسة قالت سأخطر في على الناس الأخرام من الذي دخل وينجد من الدراسة الشيباني في تانسون يطيح يجي سير مستعد يخرج ومخمز باص قاعد ولكن يدخل ولد سيدي يحيى قال عن ما يصلي به وبداه قال عن حرام والمبارد هذا مازال قاعد على الفتوى الله نفس الفتوى رمضان محمد فاضل ومحمد امين قال عن حرام والعلماء قالوا عن حرام كاملين وحد هي حرام وتؤدي الى لدنهم سرطان وتفرق الفضاء الحين الادبي ايش فين الفتوى وتخنس ومولاي في انا قاعد في جماعه نضحك بدنا نعطيهم ميزين ومشرف ومسنيه وصقيه قاعد في مسي وسكين قاعد وسام شيء يتحل هي خطيرة هي خطيرة عندك نرجع هون لصفحة البرنامج قال لك محمد أبو بدادي يا ذاك ذاك فينا أعظامه بعد شكرا جزيلا عن التدخين في اللي فيه الأعظام ما يرد صغير محمد اختار وجه لك ما توحييك معني بو ما نعرف أنا لك ما تدخلت مهتم بالموضوع محييك مشترك لا تنصح راسك وحدك ولكن يرجع وحده يحس انه خطير لكن في نفس الانسان يحس انه خطير يجد على الناس هو اللي يعرف انه يعطي تسلعه زين نرجع للصفحة الشيخ مصطفى الشيخ والمصطفى بارك الله فيكم وسدد خطاكم لاهتمام بالمواطن والوطن مولود المبارك الزميل قال لك هم قاف على ضد التكشن يا المدخن ما زين عليك يا المدخن ما زين عليك تمرضنا وتقندينا سنحت انت اذا ما هو صحي فيك واحنا ما هو صحي فيك الله الله زين حتى شريك سبورك عنده لا ما هو صحي فيك ما هو صحي فيك أعاذنا الله وإياكم التدخين زين حتى هذا القهر دوري من دور الجواب قال لك إنه دور الجواب بقى الجواب ولا أبقى ما هو صحي فيك لا أبقى طبعا نهاية حق أظن نقول له قبشة زين عندك هون عبد اللطيف طوابع والعمولات برنامج صباح الوطنية ساهم كثيرا في إنارة الرأي العام الموريتاني في كل المجالات شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك طبعا هذا طبعا هذا بحقيقة أصبرته في التقدير في الملعب الأولمبيك الساعة ما عرض أعتقد ما رضاش بجيت أنا يعني الساعة تقطيع إعلانيته شبرت الحماسية في ذاك المعرض الصغير رئيس الجمهورية وتكلمت مع قائد داخل التدخين قال لي بس استضافته وما فيها والله وسام والله 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 وقد كرر أول مرة إن شاء الله ما عرفت باش نعدلكم وسام قال لي بعطيك البدر ويجيك التدخين إن شاء الله ان شاء الله والله حي علم الجمهوريه في المطاوع البلديه والله يا محمد والله سيدي بويا محمد امبابه اثار هون نقط زين حتى ولا نقول وداعيهم اللي من خلال برنامجهم الكريم داعي صح طوابع الى انه يعطيه في حلقه من حلقات برنامج الاقتصادي اللي قالوا بوصاله ان شاء الله اطول واجمل البرنامج وسائل الإعلام الوطني ولا المثقفين الحقيقيين. زين السلام عليكم وتحية طيبة لكم الثنائي التميز والإبداع صفية وسميرة شكرا لكم على اختياركم للمواضيع والمهمة لا شك أن ظاهرة التدخين أصبحت منتشرة وللأسف القضاء عليها شبه مستحيل وألف مستحيل والسبب هو عدم إقلاع منهم قدوة عن التدخين نجد الأب يدخن والأم كذلك الدكتور يدخن والمدرس يدخن والجميع مدمن أجارني الله وإياكم منهم قديما كان المدخن يبتعد عن الآخرين ولا يحب أن يراه أحدا واليوم العكس هو الصحيح أقول لكم ولضيفكم الكريم ما دام القدوة لم يقلعوا عن التدخين لا تتعبن أنفسكم ظاهرة في ازدياد مع كامل الأسف نقول له بعض نحيي الأستاذ ونقول منهم شكر الله وجوده نقول له هذا القدوة ما يدخن القدوة في العلم القدوة في الصالح القدوة في المعرفة قدوة في التنمية قدوة مساعدة الآخر قدوة في التدخين ما هو قدوة التدخين ما في قدوة التدخين مشين عمل سيء عمل مشين هو وعد بها عن الأساتذة الدكتور ما هو قدوة الدكتور يدخل ما هو قدوة الأستاذ يدخل ما هو قدوة أنا أخذت سنة واحدة من الثانية ما هو سنة كان أنا بيجي في العين الجبالي في المتية الحرص أول قال عاد الأستاذ موضع الأستاذ في الكلاس من دور ويدونيش اخر قسم فيديو مش واللي خارج دار في الختام ولا كوتين قدام
سلمت عليه والد دائما دخل تسمع استاذ من بكتير تخرج يقول تو استاذ ترى يا استاذ زدت الدولة في كاس كونت كونت زدت عليك إلى كاس وانت زدت وقاعد ما تيجي جامع 70 يشيل تكتير ولا ما سويت القراءة هم ذولهم بيسمع لي يخرب عنه قلت بيجي فوالد دارتهم قلت له تبيهم قسم طالب راب استاذ ما تيجي هم اللي ما بيحط حترس أراد الأستاذ إلا اللي بدون شكونهم ولو دول أستاذ بدي ولا قمت خلق في دمية سرطانات أنا حد أستاذ والله طبيب يكمي ما هو قدوة ما هو قدوة طرف أي حد يكمي ما هو قدوة بيه اللي واختار الأسوة اختار السيء ما هو قدوة ما يقدروا تقدوة قدوة الأستاذ الناجح اللي يعطي العلم اللي يوصل رسالته اللي 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 مؤتمن عليها من الله تبارك وتعالى اللي يتوصل عليها للتلاميذ الطبيب المؤتمن على صحته وعلى لطفه بالمواطن هذا هو الطبيب القدوة طبيب وقاع حاكم مش واقف على طريقه أكثر قدوة أكثر من كم قدوة أكثر قدوة قدوة ضد صحة المواطنين نعم شخصية بارزة في الحقيقة موضوع مهم يستحق الإنارة والإشادة بودي أن أسأل الضيف عن انعكاسات التدخين والأضرار وما يؤدي إليه من أمراض قولي له عن حد ذا يكمي شوي ويعطي عنه زمن ويرجع له يكان ذا يقد السبب لمرض لكن أنا أقول له أنه حد عنده عركات ومرة يقيس بها قدرون ومرة يقيس بها رمضان لا ده تم نمشي زمان يتعلق بطيح بطيح قرعية الضوال إن حد يوهم التدخين يوهم إنه توبة خيل وأنا نصحه إنه زود عنده شخصية زود عنده إرادة خلي عنه هذا الختيل في سجدة رسيت وقسق ما يشمسك عندك مولود المبارك بارك الله فيكم زميلتين عزيزتين صفية وسميرة وشكرا لكم على اختياركم المواضيع المهمة في الحقيقة برنامج ساهم مساهمة كبيرة في إنارة الرأي العام وكذلك وذلك يذكر فيشكر والفضل له يعود لكم على تقديمكم وأخلاقكم المتميزتين الموضوع اليوم مهم جدا التدخين وما أدريك ما التدخين نتمنى لكم التوفيق والنجاح لا شك الناس تكون حلقة ممتعة ما شاء الله كالعادة بالتوفيق شكرا جزيلا محجوبة متحطاب صباح الخير صباح الوطنية في الحقيقة موضوع مهم جدا ويستحق الإنارة سوري ما هي أضرار التدخين على حد ما يكمن بجانبه مدخن وهو ما يتحمل رائحة التدخين تؤدي له آلام المجد لنا وبالتوفيق حبيبتي نقول هيا وحيا جميع المشاهدين الكرام والمراسلين وزملائكم أنتم وزملائكم جميعهم كانوا راسين متلق إن شاء الله النجاح في كل الأعمال مختارين بلها لأن هنا مولات مطعم هذه قريب من توقف عليه ولن قدمنا في هذا المطعم خانس قاجية ما تتسخى إنها قاست واحد من دول الجوار قاست صلطة قلنا ثلاثة الدعوة قاموا تفي بكيكيمين جواريتي قاتوا معي ما قدرت بكم قالوا البلاد اللي انت فيه قاتان استقال المطعم قالوا أوكي تي قال بيك المدخنين اللي يدخلوا هم دي كم اللي دخلوهم شاء الله صافية بهلول محمد تحية خاصة تحية صباحية ملؤها التقدير والاحترام لكم جميعا وبالخصوص صحفيات متميزة صافية وسميرة بنات سماني موضوع في غاية الأهمية والسلام من بهلول محمد شكرا جزيلا جواد رواذق بالتوفيق سوري لي يا صافية كيف يمكن المدخن إقلاع بصفة نهائية عن التدخين لا يتوب الملان لا لا كان لا محدد يتوب الملان يتوب الملان ويتوكل على الله ويتم ذا كان يدير سقايت يديره في اللبن ولا يديره في الحمل يصدق عدد المواطنين الباصلين وبالتالي 70% الباصلة زين تحية عطرة لكم لا كان نحن طمنا نديره بول نحن اليوم طمنا عطرة حملات تحسيسية داخل في الحقيقة قال لك في الحقيقة موضوع ضروري هذه الأيام لخطورته التي شاعت وذاعت شكرا جزيلا شيء بباب التدخين لحد له حارب ويحارب التجارة التجار اللي يستوردوها يوميا ويارب الدولة تزيد عليهم سعر الجمرة والضرائب والله نقول خير نقول إن إحنا نشتغل مع جهات المعنية في الدولة إن طريقة العلميش
ما يعدل كونتينر تكون انت طالبه كثيره حسبين طلاب جدا عندنا دار كونتينر كونتينر ما معروف ايش عنده طالبه تغير مش يكترع نختار نقول عنها العالم كامل اليوم العالم كامل حتى على طول اللي كان في سنوات قديمه حتى الان احنا فقنا عليه الثمانينات التسعينات ليش زادت يلا انت ما اعرف زاد شنو زاد الحم زاد اللباس زاد الاعداد زادت من 90 الى 90 يلا 150 كامله معناها على ان احنا حربنا هذا الاتجاه احنا حربنا حتى الان يا مؤخر مشروع قانون محاربه التدخين مشروع محاربه التدخين المصادقه عليه هي الفيصل في هذه قضيه الضرائب قضيه ونختار نقول للميتان من البرلمان البرلمان الميتان الى عاد صادق على التعديلات الدستوريه 100% انه ارجع رد مشروع محاربه التدخين 100% انه ما صادق عليه ونحاميني تنساعد القضيه نختار نقول للبرلمان الموريتاني اليوم تبارك هذا الموريتاني تبارك مع التعديلات الدستوريه لان التعديلات الدستوريه مهمه جدا 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 يا غير الصحه مهمه الصحه مهمه نختار نقول للبرلمان ايه شيوخه ونواب لان يمشوا هم هذا مع صادق ولا مشروع محاربه التدخين لان الاجيال الموريتانيه يتحملوا المسؤوليه الكامله عن ذلك ونختار نقول لها تحمل وزاره الصحه الوزير الماضي والوزير الحالي والجيل هذا اللي راهو ناطر الوزير والوزير الحالي والوزير الاول ونختار نقول لهم على ان احنا رابطه محاربه التدخين كاشفه عن جهودنا وقايلين على ان محمل الحكومه الموريتانيه مسؤوليه اي شخص يموت به سجارته به لمشروع القانون وخاص محاربه التدخين مشي للبرلمان الموريتاني وبرمج في البرلمان الموريتاني وارتد من البرلمان الموريتاني لماذا ارتد؟ ما نعرفه رد الرئيس اللي قال لي هناك اياه ما وضح به السؤال اللي طرح صاحب جزاه الله خير طرح السؤال يعني ما عنده اخبار خبره في الملف لا وضح انه رد الرئيس نختار نقول رئيس الجمهوريه انه يتحمل مسؤوليته انه هو حامل الدستور هو حامل هو مسؤول بين يدي الله غدا عن صحه هذا المواطنين اللي عدلنا 100 طب عدلنا 100 عياده وعدلنا 100 نقل شغل خارج كل شهادوا لهم ان هذا الفيصل في قضيه هذا اللي قالوا محاربه التدخين ينتظر الناس تكمل وتموت بالتدخين وسجاير تهرب تهرب مع الاسلحه تهرب مع المخدرات مسؤوليه رئيس الجمهوريه هو حامل الجمهوريه حد هنا تياها سامي يمشي سامي بين يدي الله يعطي بقاء حسب ورئيس رئيس الوزراء ويكون الحمل المسؤولية والبرلمانية كذلك نقول على نحن إلى يصير صادق على مسؤول القانون تهزم الشرطة لمحاربة التدخين وتعود المنظمات تشتغل ويعود القوانين مطبقة ويقول كل علم وكلام لأن المنظمات يقدرون مدخول لنا الرياضة ودور تنزل الضرائب احنا الضرائب عندنا يا تدخل 100% والديوان الناس فين تعاون معنا غير دور مشروع قانون لي تصح الضيف الكريم اللي قبل معنا مكالمة سابع مول فاصل. ألو السلام عليكم مشاهد. ألو السلام عليكم مشاهد برنامج صباح الوطني مباشرة على قناة الوطني. موضوع الحلقة اليوم هو التدخين ومخاطر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم مشاهد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. Yeah.
زين شكرا جزيلا لك مشاهد. مشاهد شكرا شكرا جزيلا لك مشاهد. حيني شوي رد على هذا المشاهد. مشاهد اولا احترام الضيف لنا احنا كبرنامج احنا صباح الوطنيه واجب عليك، وثانيا الاسلوب اللي يلقي به الضيف هذا اسلوب عنده هو شيء خاص به، ما يعطيك تصل لبرامج صباح الوطنيه من اجل تقول شيء للضيف، وهذه روايه بعض قايلتها لك. تفضل الضيف الكريم. ما هو وقع كيف الرد زي ما زي ما كيف الرد، هذا مو اسلوب رجاج متصل لبرنامج يلقي له. انا اختار نقول تفضل الضيف الكريم. نعرف انه هذا اللي عدو الاحساس بالوطنيه واهميه عند المواطن صح، الاحساس بالوطنيه واندفاعه في هاي الموضوع. فنقول احنا يعني عادي شيء بكار شوي لا نكتب شيء مزور. احنا منظمه من الاعلاميين، انت تعرف الاعلاميين مساكنين الناس تعرف عندنا لا الكلمه، عندنا لا الكلمه تصنطلها عندنا لا طريقه نوصلوا بها، ما عندنا الوتات ولا عندنا التهيئه ولا عندنا المواد الطايله. فنقول احنا نقول عندنا عين طرح، عندنا بيت تخصيص، عندنا محاسبين، عندنا شعب وحديده، عندنا شرطة، وعندنا شورى اسمي تبرق زين، وعندنا دار النعيم، وعندنا حس الطاقة. ما عندنا الأموال تحركوا بها، ولا عندنا الوتات تنقلوا بها، عندنا لا كلمة وحقي نقولوها. هاد الموقع عنده قايلين أيام تخصيصية من 2012 لحد أيام تخصيصية، وعندنا دور عود 21 برنامج تلفزيوني في جميع التلفزيونات الموريتانية ظهرنا فيهم، وظهرنا في الإذاعات أكثر من ذلك، وسائل الإعلام المكتوب ووسائل الإعلام الإلكتروني. هذا جهدنا وعلى الله التوفيق، هذا وجدنا لك عدل. شيء ثاني ما بده فرصة الناس ترك سجاير، كانوا يدخلوا بيوتها. احنا البيت اللي ساكنين فيها ما يكمل بيت، عاد جانا نقول الكلمة ما توسع يا أخي. ونحس هو دورنا كإعلاميين، احنا ما لنا مشرعين ولا لنا الرئيس ولا لنا الوزراء، دورنا نعدوا تحسيس. واللغه نتكلموا بها لغه مهذبه، واحنا مهذبين ونتكلموا لا شيء مهذب، لان كاع حد يخطي يوصل رسالته يقول لا شيء مهذب، فارضع حد ما يحملنا ما لا نطق. ابدا ابدا ما نقدوا كاع، احنا هما اللي برنامج ما يجي يعود ينقال فيه لنا من احنا برنامج الله مهذب. هو المهذب على كل حال على بعض تابع المؤسسه المعروفه اذا عنا ما يجي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلوا. هاي التلفزه بقى. ما شاء الله تبارك الله. ها شكرا جزيلا لك مشاهد. شكرا جزيلا. انا نختار شكرا على مداخلتك اللي على كل حال ضحكتنا ظاهرا وبكتنا باطنا. نختار الموريتان ما هي قضيه جوكر. نقول لك احنا اللي شبع الموريتان يقول انا شبعت ان شاء الله وبين الصدار والخريف رفيت عينك من رفق على خطك القروح، رف على انك تجيك قروح امونك ما 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 هو ريحة سكريت، رف على انك تقرا شي ما هو مسواك تسوق بيسميك، رف على انك تقرا ايات من القران، رف على انك ترحم على والديك، رف على انك تقول شي من الغنى الزين على عرضك، والله على بلادك، والله مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، والله مدح الصالحين، والله توسل الله تبارك وتعالى، رف على شي ما هو تميش من سكريت مخينز على المنامه الفايده. شكرا جزيلا، الله يجزيك ان شاء الله التوفيق، وعلى انك تم منين تروا من لبن تشبع منلحة وتقبل ليش السجاير تلف ليش ما هو ليش السجاير إذا ذكر الله والله على مشفاك زين والله وسبحان الله ذو دائما مدمنين على السجاير هذه طريقة من يشبعوا الشيطان عدري أبدا من يكون الشيطان هذا لازم الإنسان حتى في صلاته صح حتى في صلاته لازم
ولازم صيادله، لازم على المشكل في الشيطان هذه توب المولانا توجيه ونصحوا بالنقيس، النقيس الدكتور ناصر سواء الدكتور ناصر ولا الدكتور محمد ابو بكر في المستشفى الوطني سووا لهم دور يفتوا في قضيه التدخين يقولوا له عنه السبب الذي والذين عن السرطانات والعياذ بالله. نعم والله يقيس محمد لمين للشاء ولا يقيس المبالي يسولوا عن حكم مريض يقولوا انه حرام. زين نرجعوا للصحه. عندك الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام. مرحبا بكم، تفضلوا انتم على مباشره. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ما شاء الله فتبارك الله. الاسم الكريم ولا متصله؟ شكرا شكرا. الله يخليك حبيبتي وسهلتي. مرحبا بكم ومرحبا بأهل أجوال. مرحبا بك وسهلا تفضلي. الله يلحق. شكرا جزيلا حبيبتي على المداخله الاكثر من مره. والله موجه تحيه خاصه لمدينه شوير، اول مره على ما اعتقد تصدر البرنامج. اذا لا تسمحوا لي، لا تسمحوا لي شوي مشاهدينا الكرام ضيوف الكرام نقبل فاصل ان شاء الله ربي ونعاود لكم ان شاء الله. I'm for. I am my guitar.
السلام عليكم ورحمة الله، عدنا لكم مشاهدة الكرام بعد هذا الفاصل. ضيفي الكريم سميرة اللي عاد عندك أسئلة في الصفحة. زين ضيفي الكريم اللي نناقشه طبعا الموضوع اللي كنا نناقشه نتكلموا وكاتيها عن دوركم انتم في الرابطة، من رأيك كان الرابطة عندها تمويل خارجي والله داخلي من قد الدولة، وهي حين شوي ضيفي الكريم هي الرابطة ضد التدخين. تدخين حاجة. تدخين. تدخين. ضد التدخين. لا تدخين. والصحفيين نص أخبار. صحفيين ضد التدخين. صحفيين ضد التدخين. صحفيين واحدين يكموا. ما هم بعد. من الرابطة. ما هم مع بعض في الرابطة. أكثر نذكر المشاهدين الكرام اللي يلتحقوا بنا حالاً لأن الحلقة أنا أتقمص شخصية الصحفي هنا شوي إن الحلقة تتحدث عن التدخين، مخاطر التدخين، أهمية الإقلاع عن التدخين، وتستضيف تضيف رئيس رابطة الصحفيين ضد التدخين. نختار أن الرابطة لا يوجد لها تمويل لا خارجي ولا داخلي. زين. نختار أن نوجه رسالة هون للمؤسسات والقطاعات الوزارية إلى أن هي تتمولنا، ياك بدنا نقوموا بمجهود في إطار نحسوا الناس اللي في داخل البلاد في القرى البعيدة النائية اللي ما توصل للتلفزة ولا الإذاعة، ونختاروا مخيرين يساعدونا منهم قد يساعدنا، احنا قاعدين يساعدنا بهم وكبير يعود لنا سيارة تنقلنا شنبان لي باندور توتية هرقع ماندور تدير شي في يدينا يقبلنا وتر ويعرفوا مع هذه الباندور لا تعدل منه شي بين البلاد القايسين نعدل فيها تحسيت نارسو ماندور لا أكثر ولا أقل، ونختاروا ملي وزارة الصحة تزيد في تعاطيها معنا، ونختاروا يعدل يوم وطني لمحاربة التدخين ما هو يوم العالم خاص بنا احنا الميتان. نشكر على كل حال احنا عندنا تعاون مع المنظمات المركز الافريقي لمحاربة التدخين الموجود في كامبالا، يجينا هون يعدلنا تكوينات وشباب الناس نشور داكار وفي رمضان الماضي زمان الأخرى عندنا تكوين في ماتية حول شنغال وتيدرا اللي دوكي ما اللي مقبضين في قضية شيكي فيكيكس نعرفوا بيها الناس تصدر سجاريات واللي تصورد في جميع أنحاء العالم بما فيهم بريطانيا، معلومات عندنا احنا خاصة بينا ونقدم نشرها أي وقت على قد حال ما فهم داعي نشرها، وغير بعد هو تعاون إطار تحسيسي إطار مادي ما عندنا أي دعم لا خارجي ولا داخلي حتى الآن. زين جاك سؤال طبعا من متابعي البرنامج صباح الوطنية، ويبدو أنه من الخارج نبغي نعرف لماذا ما يسعى لاستخراج قانون يمنع التدخين في الدوائر الحكومية والأماكن العامة مثل الأسواق والمستشفيات وما شابه وفي الملاعب حتى يتعود الجمهور والعامة وعامة المسؤولين على تطبيقه حتى يمكنهم تطبيقه في بيوتهم، وشكرا وشكركم على جهدكم أنتم على حرصكم على المواضيع المهمة. شكرا جزيلا لك أخي المشاهد في هذه الحلقة، ومعانا زميلة وصديقة في القناة الوطنية أنيسة الطاهر مشي رسالة قلت أنا توضح حالي شوي وراعيها تكتبني إن شاء الله توفيها نعود نطرح عليك سؤالها. نختار نقول هذا المتصل بك من الداخل والخارج الخارج كما تعتقد إن نقول إحنا نشتغل إحنا كمنظمات وموريتاني كدولة كقطاع الصحة خير المشروع الوطني لمحاربة التدخين، نشتغل على إصدار مشروع قانون محاربة التدخين اللي من أحسن بالمناسبة أحسن مشاريع القوانين اللي موجودة في المنطقة، ولا أحدثكم كذبا إذا قلت أن بعض الدول المجاورة أخذت مشروع قانوننا وكملت مشروع قانونها وصبحت عندها قوانين مع أنها فيها سجاريت مصانع سجاريت، أنا ما فيها مصانع سجاريت ولأننا قادين صادقة المشروع قانون بين قضايا احنا الموريتاني اللي واحنا فيها دائما سياسة وقضايا اجتماعية وقضايا اللي ما عندها قيمة اللي نفصل فيه هذا وانت يصعب ونختار نقول المناسبة إلى المشروع قانون هذا المحاربة التدخين لأنه ما هو ضد زيد ولا ضد عمر صح إنه ولا يمنع زيت ولا يمنع عمر من يجيب سجاريت في الوتات وفي الطيائر وفي القوار وفي العلب اللي بقى يجيب من السجاريت وانواع السجاريت ضعيفه وقليله ومهمه ولا مهمه يا غير وتخاضع القوانين يعود ما يبيعها مع بضاعه دلوين ومار والسكر ما يبيع الباتيك العادي يعود عندها مجمعات خاصه بها وتعود عليها الصور كيف هاي الصور تقريبا بتعود ما هي غالبات الصور مخيفه خليعة. تاكد
تأكد خطورة التدخين وتعود ما تنباع للتركة تعود عليها صور لكيفة. هذا نعطي للمشاهدين اللي تعقوا بينحارب اللي زادهم إياه كان مفتوقين ولا يفتصم السجاير تعود عليها صور مخيفة ويعود مكتوب علينا عليها انها ضاره صحيه مكتوب عليها قاعده في الناس قاعده ما هي مشقته يعود مكتوب عليها انها ضاره هي مكتوبه عليها تعود عليها الضرائب هي مكتوبه عليها نختار نؤكد على انها رجال الناس ما تقرا ما عرف معناها ما هي مشقته ناس عشان كذا كي قال لك فين نسمعنا حاجه اللي مش راك الشيطان هذا خزعنا الشيطان ويعرف انه ما هو قضيه هزلها هي قضيه بناء مجتمع احنا نبني مجتمع لا تنفستوه ناس الدوله تسجل ملايين تدا الاطباق يمشي واحد انه هو يختار يدخل بعرفه يستدر يكمل سجايته وجعت كذا في الطب زق اهله قبيله سمع القبيله لا فلان يا اخوتي نخيارنا قليان نجمعوا 20 مليون قايس تونس والله قايس مصر والله قايس المغرب والله قايس السنغال والله قايس تركيا يقوم كنام يسقي فيش من ملايين ما يفرق قاعد ايش؟ كانت تتكلم ايش سجايته قاعد شنو قيمته والله طول ما يجي عندك هون عبد الدايم سيدي محمد تحية طيبة لكما ولبرنامجكما المتميز. أنا صاحب مشوار طويل مع التدخين. اتخذت قرار إقلاع منذ قرابة شهر بقرار شخصي وقناعة بعدم أهمية التدخين. وأود أن أسأل ضيفك هل لديه فكرة بجمع تجارب مدخنين سابقين من أجل صياغة تبريرات مقنعة موجهة للمرضى مرضى التدخين أم أنه تنظير مثالي الذي لا يشكل أدنى أثر لمساهمة في إقناع المدخن بالعلاج وذلك لكون قرار إقلاع القرار واحد قضية تخفيف وتدرج لا تجدي أي نفع. تحياتي شكرا جزيلا. أختار نقول لأن فكرة جيدة إحنا عندنا تجارب أول منهم إحنا بعد كجماعة من حالة التدخين حالة عندنا تجاربنا الخاصة وعندنا تجارب زملاء آخرين فاتوا وقالوا عن تدخين فضل الله تبارك وتعالى وفضل التحسيس عدنا لهم وراهم مالك عمالقة من الكماية مهاريز من الكماية تركناهم فضل الله تبارك وتعالى من الكمية ولأن ما بين عنا إضافة تجارب أخرين والله حد يساعدنا في باب مفتوح لأي حد يساهم في محاربة التدخين بفكر والله بنظري والله بشيء اسوي شنو الباب مفتوح ومرحبا وسهلا وشاكرين. زين عندك هون اسماء احمد تحيه طيبه لكما ولضيفكما اولا ولهذا البرنامج الاكثر من رائع الله يحفظكم ويني بكم حبيباتي. هذا السؤال موجه للضيف. من رأي كان حد عنده حد في الدار يكيم من رأي كان عنده في التأثير والله شيء خطير خطير حد الدار ينصحون يقول له يبوي لا تخلينا العاد من الأسرة ما يسمع العاد من الأسرة على كل حال تأدبا من كيف العاد الوالد والله لا قد حد على كل حال يتم يجيب له فتاوى العلماء ويقول له فتاوى الأطباء في التدخين ويناعته صور مخيفة من 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 التدخين وذوك المراد لكم وإذا عاد صح حد من التركة ولا حد من الخطاب يقول أبوي إحنا هذا ما عندك معنا هذا خطير ضارب الصحة حتى إنه مرحلة معينة العلم ما فيه سحو يقول الموتان إيش قال قضية سجاري يقول بوب هذا رواه خطير بعد قالوا سمعت بعض الأطباء يقولوا والله سمعت والزبير يقول والله العلماء يقولوا لأن هذا خطير بالصحة نحن كدي ما ندخنه معكم ولا حد يتكيس معه. زين مداخلة أنيس الطاهر زميل النهوف في القناة موجهة تحية خاصة برنامج صباح الوطنية قالت لكم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم. هذا الموضوع مهم حتى قول للضيف الكريم عني أنا ما شم سيجاريت ما دست وذات مناش وما نجبر حد واخذ علي يكمي ما طرشت ويا كان ذاك هو اللي يتواسى والله ما تسمى سجاريت ما داست وليات شوف حد هي ما طرشته كان ذا هو يتواسى والله موقف أنا نصحها بأنها لا تمس طرش عليها تبقى طرش عليها قاعد يأخذ التبعك يدوز يعني أنا شفت هي ما يقدر حد يسلك من شمها بيلي ولا يشمها في الشارع لا ما شمها في الدار لا يشمها في الشارع أنا صحها لأن تكسر ركبتها والله وتركبتها والله باص ركبته والله طائرة ركبتها لأنها تحرص لأنها ما عجبها مدخن الشارع ما يقدر حد يسيطر عليه صح وحد تقاسم على سبحان الله انت قاعد تتعاقد مع رجل ما نقدر نحكم نفسي نقول له لا قال ايه تنسلم ايه ما تنسلم لي نقول له التدخين ضار بالصحه يقول له تدخين كثر يقول لي جزاك الله خير واقل يوم يقول لي ما يعنيك وشي يقول لي متر شاك اخبارنا خلاص معناها انها تداوى عن دوسه كاع ما نعرف اخبار شنو يا غير ما تحس دوسه كاع اللي عن طريق النفس قالت اتصل بطبيب متخصص
ويلا تسمى اللي تخلى انا قريش على وقت بنتي زين. جاك سؤال في صفحة البرنامج. السلام عليكم، هذا من كوفي محمد، موجه تحية خاصة من برنامج صباح الوطنية. السلام عليكم، تحية كبيرة من الكوفي المنسية إلى الثنائي صباح الوطنية سميرة وصافية لضيفكم الكريم. بما يخص التدخين، القضية واضحة جدا، لقد تبين الأمر من ناحية الشريعة الإسلامية، تدخين حرام بالإجماع العلماء، إذن ما شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومن الناحية الطبية، لقد أكد الأطباء خطورة التدخين، إنه يسبب القتل، إذن المدخن يقتل نفسه ويبذر ماله. السؤال الأول، ماذا قدمتم أنتم للحد منها؟ اليوم انتم كرابطة، انا قدمنا في الحد منه، لان نقول الناس انه خطير، ضارب الصحة وضارب المال وضارب النفس وضارب الاقتصاد، ولا عنده اي منفعة واحدة، ما عنده منفعة. زين. والسؤال الموالي، ولماذا لا تطالبون الحكومة بعدم السماح بدخوله في البلاد؟ مع تحياتي جمعية شباب الإغاثة على ما قدمته هي في هذا المجال. الدولة الموريتانية عندها مشروع قانون محاربة التدخين، صادق عليه مجلس الوزراء الموريتاني، وصادق على اتفاقية الإطار لمحاربة التدخين 2005، وصادق على مشروع قانون محاربة التدخين 2012، وغير صادق عليه كحكومة يقودها الرئيس محمد عبد العزيز، غير انعرض جاء البرلمان وكان لا ينعرض عليه، وعقب من البرلمان انسحب. وراجعين عن مولانا عندك الساحب عبد الله الساحب عادي، ونرجع بالدور البرلماني القادم وصادق عليه، ونختار نقول رغماتية على المسؤولية على الدولة الموريتانية على البريماتير اللي هي الحكومة، الحكومة هي المسؤولة أمام الشعب، ما مسؤول قدام الرئيس ولا أحد ثاني، مسؤول قدام الحكومة اللي يقودها الوزير الأول، اللي يارتها هي تقدم برنامج قدام البرلمان، ويارتها تحافظ على صحة المواطن، والله تحمل مسؤوليته هون في الدنيا وفي الآخرة. زين. السؤال الموالي، طبعا هذا الكوفي، ملاحظة، لماذا الكثير من الأطباء والصحفيين والصحفيات والمثقفين يدخنون، مع ذلك ينصحون الناس بعدم التدخين وبخطورته؟ لماذا يشارك بغض بعض الوسائل الإعلام في الترويج لشركات التدخين؟ نختار نقول لك نقول لك الكوفي، يعني احنا كصحفيات ما ندخنوا، والزميل هم اللي والضيف هم اللي ما يدخن، والوطنيه الناس تدخين هم اللي فيها عادي، احنا متفاركين معها، كانت عود قاع ماتت فيهم مدخنين، وبأمر من الإدارة العامة، لأن كلوارات الوطنية ما يدخن فيهم، وكذلك في قناة الموريتانية هم اللي بأمر من الإدارة العامة ما يدخن فيهم. يا غير نختار نقول له، لأن السؤال كان شنو؟ السؤال، لماذا الكثير من الأطباء والصحفيين والصحفيات والمثقفين يدخنون، مع ذلك ينصحون الناس بعدم التدخين وبخطورته؟ نختار لماذا يشارك بعض الوسائل الإعلام في ترويج شركات التدخين؟ نختار نقول له إن في اتفاق الإطار اللي مصادق عليها موريتانيا، اللي قانون عاد اتفاق دولي فيه هذا الترويج محرم، نختار نقول وسائل الإعلام الموريتانية اليوم كاملة ما في أحد يروج التدخين، احنا متابعينه لا في أحد يروج التدخين ابدا. هون في الوطنيه واحد يسل طوبه ويتصاص من الدخان من خنافره، وينكتب وراه التدخين ضار بالصحه. يا غير احنا نشتغل مع اداره القناه لانها تقلع ذاك السبوت، ونعطوها سبوت في بلو يعود حقيقي ضار بالصحه، وهون موجهين نداء لاداره القناه الوطنيه على ان ذاك السبوت ينقلع، اللي حد يكتب يطرس دخان وذوق ما يشوفش ويكتب تحته ضار بالتدخين، لان احنا في منظمات تعتبر انه تشجيع على التدخين، والاداره طرحناها عليها وتشغل على انها تتغير. زين. التكميل على ان كيف تقول ان طبيب والله استاذ والله معلم والله صحابي يكمل، انه ما هو قدوه، ما يقدر قدوه، قدوه اللي يعود صحابي ناجح، طبيب ناجح، استاذ ناجح، شخص ناجح هو القدوه، امراه ناجحه في اعمالها في عملها في اسرتها في بيتها، وهذه القدوه داعيه الى الله، دعا الى الله، انقذ به مولاناش من انفس بشريه من النار، هذا هو القدوه. مدخن ما قد يعود قدوه ابدا ولا يحامي. زين. والسؤال، تكمل السؤال، يعتبر هذا الترويج مشاركه في قتل الناس؟ طبعا اي ترويج للشيء يعتبر مشاركه فيه، عاد ترويج للخير مشاركه في الخير، ولا ترويج للشر مشاركه في الشر. زين. وهل ينقص هذا من قيمه الاعلام العالمي والداخلي؟ اختار نقول الاعلام اليوم كان بصفه عامه، ما وقع الاعلام الموريتاني، الاعلام بصفه عامه في قوانين تشريعيه عاد قضيه التدخين ولا تدخل، هو الحلقه الاضعف اليوم في العالم كامل هي موريتانيا،
بيدي ما عندهم سرطان. الصومال شفت الصومال هاي اللي عندك سامع بها في حرب مالها جيبوتي مالها مدة خالية في قرن افريقيا هذا كله رقم هذا دراجين عندهم انا يعني فيهم السلام ان شاء الله التنمية عندهم مشاهد عندهم قوانين محاربة الخنصات في الحرب احنا الحمد لله في رخاء وفي امن استقرار حامدين ولا الحمد لله يا الله على كل حال مسروق انا نعود بعد قال احنا نشاز في العالم وتوفى زين وكم هي نسبة التدخين في صفوف النساء وما هي علاقة التدخين كم هي نسبة التدخين في صفوف النساء وما علاقة التدخين باش ما يقدر ينقال خليه يتخطى سؤال ذا هو كم مدى الإجابة وكم هي نسبة التدخين في صفوف النساء ما على كل حال مرتفعة جدا أكثر من دولة حوض 25% مرتفعة جدا وهذه إحصائيات قديمة نعرفنا دولة 60-70% بين المرأة اللي مدخنة تعتبر أن التدخين جزء من الجمال تعتبر أن التدخين جزء من الأنوثة تعتبر أن التدخين أنه يدخل الجماعة نختار نقول التدخين ما يدخل الجماعة به المدخن قاعد دائما يمرق عن الجماعة يفوتوا تقول الجماعة صح هذه اللي زي عالم المطارات الدولية حد سافر شغل العالم الخارجي يجبر المدخن عندهم ببيت مخين سكت يعني ميقوات ماشي يقول هذا المدخن مدخن المطارات زين السؤال الموالي ما بعرف عندك ديمو دي خطر محمد اهلا عودة ميمونة شكرا لك خطر محمد عندك خديجة احمد السلام عليكم صافية سماني سولي لي شنهي خطورة التدخين على العليات العليات باطل العليات شو العليات الحامل قلت لي اجنتها قالوا لها اطباء نحن داري اطباء قالوا عند اجنة عين امور يشوفوهم اللي حوامل ويكموا فتبارك الله يخسر يشوفهم قاعد تطيح بهم الطيارة ويسلكوهم هذا الشاب انا عيني عليه هذا الموضوع اللي ناقشه يقول هذا القاعده فهم شو عن قاعده حق والله ما حق انت الطايره تطيح يصير من هرقس هاي هي القاعده القاعده ان الطايره طاحت يا ترقس ما يبقى في احد حي ولا تلقى في حديده مدابت ترى يا احد غير بعد غير بعدك فيت جنتهم وشوها نعود وفيها الربو وفيها تنسيون ويعقب بعد 6 شهور 7 دوارك تفيلها الفلان قاس الطبيعي اللي مو الساعه كانت تكمل نختار نقول تأثير على المرأة الصغيرة العادية تأثر المرأة تحب الجمال تختار تعود جميلة دائما تعود أثر لسنها أثر لوجهها أثر لوجهها خنزها المرأة تختار تعود دائما معطرة فيها رائحة العطور خنزها وما هو قاع من شيء من الناس الفضيلة والعليات قاعنا أربع بالنساء الموريتانية أنه نعود مكمل شخصياتهم التدخين وهن نساء رائدات في جميع مناحي الحياة. كثير معدو رائدات يعدو مدخنات أحسن. عندك هون نيمار قال لك السلام عليكم تحية طيبة لكم. مرجع مقبول يا. تميزوا بالإبداع صفية وسميرة شكرا لكم على اختياركم لهذا الموضوع وهو موضوع مهم جدا. صديق البرنامج احمد سالم بومبو شكرا جزيلا اذا مشاهدينا الكرام مثلا عندي الوقت مهم يشكر فيه ضيفي الكريم لا نقول انا 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 قبيل قال لي الطفل قبيل قال لي المدخن ما زين عليك تمرضنا وتقندينا انت اذا ما هو صحي فيك واحنا ما هو صحي فينا وقلت له على كل حال لا ضايف ترد علي ما رد لي لا ضايف له ما هو صحي فينا وانتين وخلانا كيف هالينا وقايل عبد الله في الحين عسوا يا المدخنين زين حد زين كثير المدخنين عسوا على روسهم يعسوا علينا احنا كدوله وكمجتمع وكدوله تبحث عن نفسها في العالم تبحث عن نفسها في ميادين التنميه دوله ما زالت بكر من حيث الاكتشافات المعدنيه دوله ما زالت بكر من حيث التشريعات دولة ما زالت بكر من حيث الحداثة دولة ما زالت بكر في كل شيء احنا انتقلنا من البادية منذ أكثر من 50 سنة فقط إلى المدينة استمر لم يترك لنا بيتا لم يترك لنا تنمية احنا بنينا هذا الوطن بجهودنا بجهود أبائنا رحمة الله على والدينا وعليهم بجهود خيرين من أبناء هذا الوطن بجهود والدين المؤسسين لأن يجب أن نحافظ عليه يجب أن نحافظ على هذا الوطن من خلال التنمية من خلال إشاعة روح الإخاء من خلال إشاعة روح حب الآخر من خلال إشاعة الوطنية ومن خلال إشاعة الوحدة الوطنية تأخي بين فئات المجتمع الموريتاني ومن خلال أيضا النصح الحقيقي النصح الموريتاني إحنا ماتيا نصح الموريتانيين النصح الحقيقي اللي نابع من قلوبنا إن التدخين ضار بالصحة أنا ودي لو كنت أتكلم اللهجات الوطنية ووجه تحياتي للذين لا يتكلموا العربية والحسنية لكن على كل حال ما باليد حيلة نختار نقول معهم بعد التدخين مدعني عندنا
مجاني درب ودرب الصحة. زين مو زين. زين إن شاء الله تعود هذه الحلقة نالت عجبكم. أنتم ما المشاهد ماشيان عنده خصوصا المدخن ماشيان عنده هذه الصور اللي عرضناه ذي اللي. أنا عندي كلمة في التدخين. عندك بعد بعد تدري؟ آه والله. قد بعد قدام. اختير نقول اني شاكر سميرة وصفية وشاكركم على كل حال في خلال المرحلة الثانية من والثالثة الحمد لله من البرنامج هو برنامج جيد نقدر نقول انه بعد البوصلة ما نقدر نقول البوصلة بعد نقدر نقول هو صح هو سبق البوصلة اوكي انا ربطوني اختير نقول انه هو ملح القناة ولأنه عاطي ريادة القناة الوطنية إنه برنامج خاصة إنه يقدم توأم الحمد لله مريح توأم الحمد لله متجانس رقم الصعاب اللي تعاني منها وسائل الإعلام كم حافظين الحمد لله على برنامجكم يوميا الحمد لله وإنه ما هو برنامج خاص برواية من على رواية كل يطرق جميع الأبواب الحمد لله ويدخل كل بيت بمناسبة إنه برنامج محترم برامج محترم هي تتداول بين البيوت يدخل عدد كبير وصغير شاكركم شكراً جزيلاً التوفيق متواصل نرجو لكم واعتبروكم إحنا على كل حال يراعم أذرع محارب تدخين موريتاني وإن شاء الله تتقدم الأحوال ونعد لكم جائزة كيف صاحب الطوارئ إن شاء الله تكريم إن شاء الله واختيركم ما تنساوا الطفل قبيل قال لأنكم كنت عدوا حلقات ضد التدخين ونختار ننبه دائما على موريتانيا راهي مزالت فيها نقطة سوداء في العالم اللي حولنا بأن ما عندهم مشروع قانون ونقول للوزراء والحكومة والرئيس والبرلمان لأن بدون وجود صحة قاعدية بدون وجود قانون يحارب التدخين لأن الصحة الموحول فيه منها ما هو لا حق قد ياك حتى والله التوفيق الموريتاني اجعل إن شاء الله ميزان حسنات والدينا والديك محمد إن شاء الله شكرا جزيلا مرحبا الكريم ما تلا عند من الوقت مشاهدي الكرام مغري نشكر فيه سمرة السمية كانت معايا في عداد هذه الحلقة تقديمها وشكر للمخرج الرائع جمل مهاجي إذا في أمان الله إلى يوم الأحد إن شاء الله وموضوع جديد. بونيس دائم يوميا ولجميع مشتركي شينجيتال مع خدمة تحويل الجديدة أنتم دائما رابحون على كل شحن إلكتروني تحويل شينجيتال تمنحكم 100% بونيس نعم 100% بونيس على كل شحن إلكتروني تحويل ابتداء من 50 أوقية صالحة يوميا وبشكل دائم الشحن الإلكتروني تحويل لشينجيتال سهلة سريعة ومريحة شينجيتال أكثر مما تتخيل
Get out!